اتفضل يا حسين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا حسين. ما هو موضوع الحلقة اليوم أو موضوع موضوع الحلقة الحوار؟ الشيعة يقولون أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين عدا النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تأتي آية تنهي هذا الجدال بعد النبي صلى الله عليه وسلم، علي ولي الله. فنحن نريد آية محكمة من القرآن الكريم أو قطعية الدلالة تقول بولاية علي بن أبي طالب، أو لماذا لم يأتي في القرآن الكريم ولاية علي بن أبي طالب وتنتهي المسألة بدل هذا الخلاف؟ أليس الله عز وجل يعلم الغيب؟ نعم، الله سبحانه وتعالى عز وجل يعلم الغيب، ولكن هناك آيات محكمة. تسمعني؟ أسمعك، تفضل. هناك آيات محكمات هو أم الكتاب وأخرى متشابهة. أنت تقول لماذا لم ترد آية قطعية الدلالة، والمحكم نفسه هو قطعية الدلالة، وبذلك لم يرد كل شيء في كتاب الله عز وجل. تذكر أساسا أركان ويشار إليها، والتفصيل يكون في السنة. وعندما ننظر إلى السنة نجد أن هناك الكثير من الدلائل الواضحة والبراهين الساطعة التي تدل على ولاية الإمام والأئمة من بعده. ثم أن نقول أننا لا نقر إلا بما في كتاب الله، ولا نقر بما في السنة. إذا أقرت السنة شيئا فأنتم أهل السنة وعليكم أن تقروه. أنا كلامك جميل، أنا ما علي أي غبار، ونحن لا ننكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بس كلامك لا يستوي لشيء. تعرف ما هو؟ لا يستوي لشيء. نعم، تعرف ما هو؟ لأنكم أنتم من قلتم أن علي بن أبي طالب هو أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين عدا من؟ عدا النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والمرسلين آتوا في القرآن الكريم بأسمائهم، وكمان حتى بنبواتهم ورسالاتهم، ومع ذلك أنتم ما جاء علي بن أبي طالب، مع أنه أفضل منهم جميعا. لا، المسألة ليست على إطلاقها. لا بد أولا أن نشرح الألفاظ أو أن نحلل الألفاظ، ثم نأتي إلى مسألة الاستدلالات، ثم التقعيد، ثم بعد ذلك التأصيل. يلا ها هي، يلا معك. الأفضلية بيد الله، وليس لأحد من عباده أن يختارها. الله فضل بعضكم على بعض، كما أن من أفضل الرسل هم أولي العزم من الرسل، فبذلك فضلهم الله. يعني إذا كل من قال يا أستاذ حسين، إذا كل من قال أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء، ما هي الإشكالية فين يا أستاذ حسين؟ الإشكالية فين يا أستاذ حسين؟ والله أخليك تكمل، أخليك تكمل يا أستاذ حسين. الإشكالية فين؟ إن كل واحد شيعي يأتي لنا بجديد. يعني أنت الآن متشيع، وأنت الآن تشذ عن آراء الشيعة الذين قالوا أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين. ما في شو، وهل أنا أقررت افتدان؟ يا شيخ، من المفترض أنك تنقل الكلام بأمانة علمية وأنت مسؤول عن ذلك. هل قلت أنا أني أقول أن الإمام علي ليس أفضل من الأنبياء والمرسلين؟ قلت إنها أفضلية الله ويختارها لمن يشاء. وهذه المسألة يمكن أن تحمل أكثر من كلمة، ويمكن أن تحمل أكثر من شرح. فهل من قال هذه الجملة التي تحمل أكثر من معنى يقر بأن هناك من الأنبياء من هو أفضل من الإمام علي؟ ننقل الكلام بأمانة علمية يا شيخ. أنت ما أتيت بجديد، يعني هناك الآن أسألك سؤال صريح وتجاوبني إجابة صريحة، ماشي؟ أيهما أفضل؟ سيدنا موسى، اسمعني بس، أيهما أفضل؟ سيدنا موسى أم علي بن أبي طالب؟ نعم، ماذا؟ أيهما أفضل، سيدنا علي بن أبي طالب أم سيدنا موسى؟ كلاهما نقر بأفضليته. لا، أنا ما قلت لك كلاهما، أنا بسألك من أفضل من من؟ أنت قلت أيهما أفضل، أنا أجبت كلاهما نقر بفضليته. أيوة ماشي، ما الاثنين ماشي، الاثنين لهم فضل والحمد لله، بس ده نبي ورسول وده عبد عادي. شلون يعني؟ أيوة أنا بقول لك أهوت،
الله عز وجل عندما يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني الله عز وجل فضل الرسل على بعضهم. انت دلوقتي بتقول لا والله كلهم سواسية. لا لا، انا ما قلت لك سواسي، انا قلت لك ان الافضلية لله يختارها من يشاء. وقلت ايوه، ما احنا كلنا مقرين بلا، يعني انت يا استاذ حسين انت لم تاتي بجديد، انت لم تاتي بجديد. رجاء لا تحور كلام. والله ما حورت، انت لم تاتي بجديد، انت يا استاذ انت تهرب من المساله. الان انا سؤالي واضح، من افضل سيدنا موسى ام سيدنا علي بن ابي طالب؟ وأنا إجابتي واضحة، وإذا تكرر السؤال تكررت نفس الإجابة. طب ما هو نفس الإجابة دي إجابة عايمة، دي إجابة عايمة. أنتم قلتم كشيعة أن علي بن أبي طالب أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين، حتى أفضل من سيدنا إبراهيم عليه السلام كمان. طيب ما هو سؤالك الآن؟ أنا سؤالي ما هو يعني الآن الآن أنت قلت كليهما، أنت قلت أن كليهما لهما الفضل صح؟ قلت لك يعني الآن الآن سيدنا موسى يتساوى مع سيدنا علي بن أبي طالب في الفضل صح؟ نعم هذا ما نقره. لماذا لم يذكر سيدنا علي بن أبي طالب وذكر موسى عليه السلام بالفضائل الكثيرة التي في سيدنا موسى عليه السلام، لماذا؟ نعم ولماذا ما تجاوب السؤال عنه؟ ولماذا ما تجاوب السؤال؟ لما انا اقول لك لماذا ما تقول لي ولماذا. يا اخي السؤال احيانا يجاوب بسؤال، انت تفضل استشكال وانا تفضل مدري. نعم انت عندما يقول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، لماذا لم يذكر الازواج هنا؟ ذكر الازواج هنا، مثلا يذكر عائشه، ذكر الازواج هنا. نعم ذكر الازواج بالإسم. اي زوجه للنبي بالإسم. صلى الله عليه وسلم ذكرت تحت هذا الباب. نعم وكذلك الايه الكريمه حول الأئمة، أي إمام من الأئمة ذكر تحت هذا الباب أو تحت هذه الآية؟ فين الآية التي ذكر تحتها؟ وبعدين الآية يعني حتى الآية دي ما تفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الأنبياء أو المرسلين. القضية ليست في مسألية زوجات النبي، إنما أتحدث عن الذكر في القرآن تحديدا، ذكر الاسم. طيب ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لهذا في ما تمام؟ أنهم أولى، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أولى من غيرهن بالمحبة وبالاتباع إلى آخره. لكن إحنا بنتكلم دلوقتي عن أفضلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن سيدنا موسى. لا أنت يعني أنا لو سألتك سؤال الآن، لو سألتك سؤال الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أنت للأسف الشديد أنت ما عندك إجابة يا أستاذ حسين، ومش عايز تقتنع أن أنت ما عندك إجابة. أنت من وضعت نفسك في هذه الزاوية؟ أنا هواك وعلى مقاسك. يعني هات آية نفهم منها جميعا أن علي بن أبي طالب مساو لمثلا الرسل أو الأنبياء، تفضل. طيب رسلا قد قصصناهم عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. طيب ماشي، يعني هو انت الان تعادل علي بن ابي طالب بالرسل التي لم يقصها القران؟ لا اعادل المساله بشكل متطابق، وانما اعادلها من ناحيه الالفاظ والجزئيات. انا عايز اسالك سؤال، طيب سؤال هو سؤال حلو شوي. هل تستطيع ان تحب من لا تعلم؟ هذا سؤال فلسفي، ليس سؤال علمي. معلش سؤال علمي وفلسفي أو سؤال فخلاص يلا. يعني أنا مثلا سألتك دلوقتي، أنت تحب جميع الرسل الذين أرسلهم الله والأنبياء الذين أرسلهم الله، ولو قلت لك أعدد لي الأسماء التي تحبها لن تستطيع أن تأتي باسم مخفي صح؟ لا لن تستطيع أن تأتي باسم مخفي صح؟
أهو الاسم المخفي ده علي بن أبي طالب بقى حسب كلامك. نعم. لا ولكن لكن نحن نؤمن بما أنزله الله في كتابه. أنا ما كلمتك أنت تؤمن أو لا تؤمن، أنت الآن قارنت علي بن أبي طالب بالرسل أو أسماء الرسل التي لم تذكر في القرآن. لا أنا لم أقارن، أنت قلت وفي هناك شيء أنت هناك شيء ما أخذت بالك منه، هناك رسل أنت الآن اسمعني بس، أنت الآن نسفت حتى أشياء كثيرة، أنت الآن شبهت علي بن أبي طالب بالرسل الذين لم يخصهم الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لا أنا لم أشبه. أنت لا أهو أنت الذي أتيت بالآية. نعم أتيت بالآية ولكن بدون التشبيه. ما أنت لماذا أتيت بالآية إذن؟ أنت قلت أتيني بآية واضحة نفهم منها أن الإمام ذكر من ضمن هؤلاء الأنبياء. طيب أنت الآن التي الآية التي أتيت بها من الذين علي بن أبي طالب، من الذين قصهم الله على النبي أم من الذين لم يقصهم الله على النبي؟ كنت ماذا تقصد أنت؟ هناك تفسير واضح وأخالك تعرفه. الآن نعيد السؤال تاني، عندما ذكرت حضرتك الآية ورسل قد قصصناهم عليك ورسل لم نقصصهم عليك، صح؟ صح؟ الآن عندما ذكرت هذه الآية كنت تقصد الرسل الذين قصهم الله على النبي أم الرسل الذين لم يقصهم الله على النبي؟ لن تصطادني في هذه المسألة كما اصطادتني في مسألة. لا من اصطادت خلاص، اصطادت خلاص، هي انتهت وخلط. طيب بارك الله. ها ننتظر الإجابة. كنت تقصد الرسل الذين قصهم الله على النبي أم الرسل الذين لم يقصهم الله على النبي؟ ما أنت خلاص وقعت حسين قفل الله المستعان. هو لو قال أنا قصدت الرسل الذين قصهم الله على النبي في القرآن يبقى لازم اسم علي بن أبي طالب جاء في القرآن الكريم صراحة من ضمن الرسل الأنبياء، وإن قال لا الرسل الذين لم يقصهم الله إذن اسمه لم يذكر في القرآن، حتى كمان ضيع اللي هي الآيات التي يقولوا أنها آيات ولاية. والله المستعان.